حياكم الله مشاهدينا ومتابعينا على شاشة قناة الفجيرة، نرحب فيكم أكيد في هذه الحلقة الجميلة من برنامجكم اليومي 7 على 7. مساء عليكم بالخير، وأيضا أمسي على زميلتي مروة. مساء الخير يا مروة. يسعد مساك علي، ويسعد مساكم مشاهدينا وين ما كنتوا تابعونا اليوم عبر قناة الفجيرة في برنامج 7 على 7. بنكون أكيد في فقرات وايد متنوعة. نعم. علي اليوم عندنا اليوم أكيد مواضيع كثيرة مثل ما عودنا مشاهدينا، وبيكونوا معنا أيضا ضيوف، ومثل ما ذكرت زميلتي مروة إن شاء الله راح تستمتعون أكيد خلال هذه الحلقة فعلا. مروة طبعا من ضمن مواضيعنا اللي بنتكلم عنها أكيد اليوم، الموضوع هذا يشغل العالم كله، موضوع الطاقة، موضوع الموارد، إن وين الدول تجيب مواردها. في موارد، في بعض الدول معتمدة على النفط، في بعض الدول معتمدة على صحيح. أيضا الصناعة، في بعض الدول معتمدة على أمور كثيرة، ولكن الإمارات اليوم تستثمر في مجال جدا مهم وهو مجال الطاقة المتجددة. نعم. وهذا موضوع مهم جدا، وصح أنه يمكن في البداية ممكن تضخ الكثير من الأموال في هذا المجال، ولكن على المدى الطويل هذا الاستثمار يكون طبعا تكون تكلفتها قليلة لأن الطاقة متجددة فعلا. والإمارات ما شاء الله مهتمة في هذا الموضوع، وأيضا ياسين يبتكرون أساليب حديثة لتعزيز كفاءة أكيد قطاع الطاقة وترشيد الاستهلاك والموارد الطبيعية أيضا. نعم، اليوم طبعا الإمارات تبحث بإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية، واللي مثلا غير مثلا النفط أو غير الأشياء اللي مثلا تعودت عليها كافة الدول في الفترة الماضية. هناك استثمارات كبيرة طبعا في دولة الإمارات تدعم التنمية المستدامة أو الطاقة المستدامة، وأفضل مثال طبعا على هذا الموضوع هو مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. هذا المجمع الذي أطلق طبعا مؤخرا، ويعني يحتوي على أشياء كثيرة راح إن شاء الله تساهم في تنمية الوطن. فعلا، أيضا يعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتستخدم مراحل المجمع تقنيات الطاقة الشمسية الكهرباء ضوئية والطاقة الشمسية المركزة لتوفير الطاقة النظيفة للمواطنين والمقيمين أيضا في دبي. بالفعل يا مروة، أكيد أيضا يضم المجمع مشاهدين الكرام مركز الابتكار ومركز للبحوث والتطوير، إضافة إلى مراكز اختبار ومحطة لتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية. نحن شفنا تستخدمين راح يستخدم هذا المركز لعدة أشياء، ليس فقط مثلا هي طاقة في مجال معين للكهرباء مثلا، لا، هناك عدة أشياء راح يعني يستفاد منها. فعلا علي، وأيضا أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله في يناير 2012 عن إطلاق المشروع الضخم اللي يضع 3 أولويات رئيسية خاصة بالاستدامة في جميع مراحله، وهي الأولويات البيئية، حيث سيسهم المجمع في تعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وخفض البصمة البيئية. نعم، أيضا يا مروة يوجد هناك طبعا هناك أولويات اجتماعية، ويؤكد المجمع التزام بأعلى معايير الحوكمة وأخلاقيات العمل والمسؤولية المجتمعية وتوفير فرص عمل للمواطنين وأيضا للمقيمين. أما عن الأولويات الاقتصادية، طبعا للمجمع دور كبير في تحسين كفاءة التكاليف والإيرادات وجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام وتنويع سلسلة الإمدادات. فعلا وايد مهم هذا المجمع، ويؤكد هذا المجمع أيضا على جهود الدولة في تحقيق التوازن بين التنمية والحفاظ على بيئة نظيفة وصحية وآمنة. أيضا نتابع معكم لقطات من المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن إنجاز جديد في المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. هذا المشروع من أكبر مشاريع العالم، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة المركزة، أي الطاقة بعد مغيب الشمس، تقريبا السعة التخزينية في حدود 15 ساعة، وكذلك نوع المشروع عبارة عن برج طبعا ب 100 ميجاوات، وكذلك 3 توربينات بخارية طبعا بقدرة 600 ميجاوات، أي هناك تكنولوجي مختلف عن تقنية البرج اللي هي عبارة عن طبعا التقنية تقنية العدسات المقعرة.
وطبعا في النهاية يعني هذا المشروع بيضيف إضافة متكاملة لمجمع محمد بن راشد، وقيمة المشروع حقيقة 4.6 مليار دولار، طبعا تمويل في حدود حوالي 2,600,000,000 دولار عن طريق بنوك محلية وبنوك عالمية. نعتقد أن هذا المشروع بيضيف إضافة كبيرة للطاقة استراتيجية الطاقة النظيفة 2050 اللي تنص على 75% من الطاقة في دبي بتكون طاقة نظيفة بحلول 2050. فعلا تقرير مميز أكيد. علي، ولكن الحين بنروح لمواضيع حلقتنا لليوم. نعم، حلقتنا اليوم مثل ما طبعا ذكرت في البداية أنها مليئة بالمواضيع، ومعرض سكة الفني 2019، وأيضا راح نروح لنافذة مفتوحة على الفن والتسامح، فعاليات وأنشطة ثقافية في نادي الكتاب بالإمارات، والدفاع المدني يطلق حملة سلامة دارك للوقاية والسلامة، العقل الباطن قوة تتحكم في حياتنا أيضا، ونختم حلقتنا مع التراث وأيضا بطولة فزاع لليولة الميدان. أما الآن وين بنسير؟ الحين بنروح لليالي 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 مساء الأنوار لكم زميلي علي وزميلتي مروى، وأيضا أرحب بكل المشاهدين الكرام. مروى، هناك إنجاز جديد يضاف إلى سجل إنجازات الدبلوماسية الإماراتية، حيث أعفت جمهورية أوزباكستان مواطني الدولة من حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والعادية من تأشيرة الدخول المسبقة إلى أوزباكستان. دائما هي الإمارات ما شاء الله متقدمة وأيضا مستمرة في هذا، وتتوالى الإنجازات علي. الحمد لله رب العالمين. لن نسمع للتفاصيل معك. بالتأكيد، شكرا لكم. العفو. 26 مارس 2019، أرحب بكم مشاهدينا أينما كنتم إلى هذا الموجز الإخباري. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك لمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بعثا برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس محمد عبد الحميد. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية. على صعيد آخر، أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مباحثات مع فخامة شوكة ميردياف رئيس جمهورية أوزباكستان، تناولا تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية أوزباكستان في مختلف المجالات، خاصة قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والزراعة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة في هذه القطاعات بما يعود بالخير والمنفعة على شعب هما الصديقين. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لفخامة الرئيس الضيف في قصر سموه في زعبيل. من جهة أخرى، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وشوكة ميردياف رئيس جمهورية أوزباكستان الصديقة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها سموه ورئيس أوزباكستان في قصر الرئاسة في العاصمة أبو ظبي، حيث أشار سموه إلى أن هذه الزيارة تمثل دفعة هامة وقوية للعلاقات الإماراتية الأوزبكية في مختلف المسارات، واستعرض الجانبان فرص وأمكانات توسيع التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والزراعية والسياحية والصناعية وغيرها. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تولي أهمية لتنمية علاقات التعاون المشترك مع جمهورية أوزباكستان
الصديقة في المجالات كافة، مشيرا سموه إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس من الثقة والاحترام والمصالح المتبادلة التي تجمع البلدين في التسامح والتعايش والتعاون. كما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة شوكة مرديايف رئيس جمهورية أوزبكستان مراسم تبادل اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم وبرامج للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية وحكومة جمهورية أوزبكستان تهدف إلى تعزيز الشراكات الثنائية وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات. شملت اتفاقية بشأن منح قطعة أرض لإقامة مبنى لسفارة جمهورية أوزبكستان في الدولة وبروتوكول تعاون بشأن الإعفاء المتبادل من الحصول على تأشيرة لحمل جوازات السفر الدبلوماسية وبرنامج التعاون بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان للفترة بين 2019 و 2021 وبروتوكولا للتعاون الفني بين الخارجيتين وبروتوكول تعاون في مجالي القوى العاملة والعمالة المساعدة. في شق مغاير استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اللجنة العليا والمنظمين للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية أبو ظبي 2019، حيث أشاد سموه بمنظومة الجهود الاستثنائية التي بذلتها اللجنة العليا والمنظمون والمتطوعون من داخل الدولة وخارجها الذي جسد الوجه الحضري للإمارات ومكانتها في تنظيم واستضافات مثل هذه الأحداث العالمية وفق أرقى المعايير الدولية. وفي هذا الإطار قال سموه الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق أهداف الأولمبياد وإيصال رسالة دولة الإمارات الإنسانية إلى العالم حول أهمية التضامن مع أصحاب الهمم وتمكينهم في مجتمعاتهم للانتقال بهم من مرحلة الاعتماد إلى مرحلة المشاركة والفاعلية والتأثير. مضيفا سموه أن نجاح استضافة الدولة للأولمبياد الخاص للألعاب العالمية يأتي تتويجا لاهتمامها والجهود التي تبذلها في تمكين أصحاب الهمم والعمل على إدماجهم في المجتمع، مؤكدا سموه أن دعم أصحاب الهمم أصبح جزءا من الخطط الاستراتيجية للدولة لتحقيق التضامن والتآزر بين جميع فئات المجتمع. إلى الفجيرة، حيث أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة الأمين حفظه الله ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية ومواردها لتحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع الاتفاقيات الدولية في هذا السياق، مشيرا سموه إلى التوجيهات الكريمة لصاحب السمو شيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه بضرورة مواصلة العمل الدؤوب من أجل خلق أفضل الممارسات العملية في مجال الحفاظ على البيئة البحرية في ظل تزايد أهمية الإمارة بوصفها منصة عالمية لصناعة النفط الخام ومركزا حيويا لخدمات الإمداد البحري اللوجستي. جاء ذلك خلال حضور سمو انطلاق أعمال ملتقى الفجيرة الدولي 11 للتزود بالوقود فاتشكان 2019 الذي تنظمه منطقة الفجيرة للصناعة البترولية فويز تحت رعاية طيبة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الفجيرة حفظه الله ورعاه بشعار آفاق جديدة حول مستقبل الوقود البحري. من جانبه أشار سعادة المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة رئيس الملتقى إلى أنه ومن خلال الخطط الاستراتيجية المتكاملة التي تضعها الإمارة يتم توفير مرافق مثالية لشركات النفط لجهة البنى التحتية الحديثة وتوسعة خزانات النفط وغيرها من الخدمات الهامة التي تمثل عنصر جذب للشركات العالمية. إلى إمارة رأس الخيمة، حيث افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة المؤتمر العالمي الخامس حول الاحتباس الحراري الالتزام البيئي الذي تنظمه هيئة حماية البيئة والتنمية في الإمارة خلال الفترة الممتدة بين 26 و 28 من الجاري في قاعة المؤتمرات في الجزيرة الحمراء بمشاركة واسعة من مختصين في شؤون البيئة. ويسلط المؤتمر
يسمر الضوء على السياسات واللوائح الحكومية في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والسياسات البيئية المتعلقة بالموارد الطبيعية وقطاعات الطاقة والنقل والمباني الخضراء والأخلاقيات والعدالة في صياغة سياسات تغير المناخ وتكيف البيئي مع تأثيرات الاحتباس الحراري على النظم البيئية المختلفة والحد من تأثير الاحتباس الحراري على الأنواع المعرضة للخطر. ومع هذا الخبر مشاهدينا من إمارات رأس الخيمة أختم وإياكم هذه القراءة الإخبارية، إليكما علي ومروة. شكرا جزيلا ليالي على هذه الأخبار المنوعة، مستمرين معكم مشاهدينا الكرام في طبعا برنامج 7/7 وأيضا تفاصيل أكثر لفقراتنا الأخرى. طبعا مروة، ملتقى الفجيرة العالمي 11 لتزويد السفن بالوقود فوجكون انطلق مؤخرا. نعم، هو انطلق علي صباح اليوم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة. خلونا نشوف التقرير. نشوف. اليوم تشرفنا بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة لافتتاح فوجكون أو ملتقى الفجيرة 11 للتزود بالوقود وتخزين البترول. شرفنا سمو ولي العهد بالافتتاحية اليوم. طبعا هذا مثل ما قلت اللي هو الملتقى رقم 11 في خلال 15-16 سنة الماضية. شعار المؤتمر هذا هو قرار منظمة الملاحة الجوية العالمية لتخفيض نسبة الكبريت في الوقود السفن وناقلات الشحن والنقل من 3.5% إلى أقل من 1%، اللي هو نص 1%. في خلال ابتداء من يناير 2020 سنة الماضية، فالمؤتمر راح يدور حول هذا الموضوع. طبعا أيضا من المواضيع الأخرى اللي راح تكون اللي هي التوسعات الجديدة في الفجيرة، في ميناء الفجيرة وفي منطقة الفجيرة البترولية. أيضا راح يتطرق الموضوع إلى التطورات الجديدة بالنسبة لإمارة الفجيرة فيما يختص مشروع التخزين تحت الأرض واللي وقعه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبوظبي في كوريا الشهر الماضي بتخزين ما يقارب أو بإنشاء تخزينات تحت الأرض ما يقارب 42 مليون متر مكعب من البترول. طبعا احنا نشوف هذا الملتقى ملتقى رائع نجمع فيه السلطات التشريعية على مستوى الدولة وعلى مستوى العالم مع ملاك السفن ومشغلين السفن مع مصانع البترول والموانئ وكل المتأثرين في موضوع التريدينج للأويل والفيول في الدولة. احنا طبعا نفخر بان في الفجيرة تعتبر ثاني اكبر مركز لتزود السفن بالوقود على مستوى العالم. هذا انجاز نحن نفخر فيه على مستوى الدولة، ووايد يهمنا ان احنا نتأكد ان كل متطلبات العالم المتعلقة بالسيفتي والسيكوريتي بالأمن والسلامة كلها تكون موجودة هنا في الدولة على أساس نحافظ على موقعنا العالمي في هذا المجال. طبعاً المؤتمر يعتبر منصة رائعة لجمع رواد الأعمال والمشرعين على منصة واحدة لتبادل الآراء وللتأكد من أن التشريعات الحديثة والعالمية تمشي مع المتطلبات التجارية والاقتصادية في هذا القطاع. رجعنا لكم عقب التقرير. علي، إعلاء قيمة العلم والثقافة هي رسالة نادي الكتاب بالإمارات. طبعا يعمل أيضا على تعزيز إحياء دور القراءة كعادة في حياة الأسر والشباب العربي بشكل عام.
تفاصيل أكثر عن هذا النادي بنتعرف عليها مع ضيفانا في الاستوديو الأستاذة إيمان محمد السويدي والأستاذ مؤمن رضوان تركي، أعضاء مؤسسين في نادي الكتاب الكتاب في الإمارات. أهلا مرحب فيكم. حياك الله مروان. سعيدين جدا بوجودكم معنا اليوم، وإن شاء الله بيكون الحوار معكم شيء بإذن الله تعالى. أستاذة إيمان أبدأ معك، طبعا خبرينا عن رؤية نادي الكتاب بالإمارات. طبعا نادي الكتاب بالإمارات ابتدى من أكثر من 4 سنوات اليوم، وكان النادي يحتفل بمرور 4 سنوات على ذكرى تأسيس النادي. والنادي هو رؤيته واضحة أنه يكون إعلاء قيمة الثقافة في الإمارات، وأنه بالنسبة لكل الجاليات العربية الموجودة في الإمارات، ويرفع قيمة الكتاب وكيف نحن نرفع مستوى الثقافة في الإمارات إن شاء الله. إنزين، شو الأهداف المراد تحقيقها أستاذ مؤمن من خلال هذا الشيء؟ والله هو احنا يعني عندنا اهداف عده لا يمكن حصرها في اكثر من هدف يعني، بس ممكن الاهداف ان هدفنا اللي بنسعى له ان احنا دلوقتي نعلي قيمه الثقافه في الاسر العربيه. نعم. وعندنا هدفنا برضو بنناقش شهريا كل كتاب، لازم كتاب بنقراه ونناقشه يتم ترشيحه من خلال الاعضاء. برضو من الحاجات اللي بحبها جدا تعزيز قيمه الجمال. بنقدم يعني مواهب فنية بنستضيفها ونقدمها، وده ظهر جليا معانا يعني ما شاء الله. عندنا مواهب موسيقية، مواهب أدبية وفنية، كمية إبداع جميلة يعني في نادي الكتاب. جميل جدا. طبعا هذا النادي يقوم بتعزيز القراءة، ولكن هذا الشباب ماذا يقرأ؟ يقرأ أكيد كتب من شأنها تعزيز قيم يستسعون إلى طبعا تعزيزها في نفوس هؤلاء الشباب. ما هي هذه القيم؟ بالنسبة لنادي الكتاب بالإمارات يعني القيم كثير مهمة، لأن احنا دائما يتم في مناقشة للكتب، فلما نتناقش فيكون عندنا أدب الحوار، كيف أن نحن نتقبل الآراء والآراء الأخرى. هذه نقطة. نقطة الحب والتسامح والسعادة، نحن دائما نشوف دائما في بوست نتكلم عن اليوم نقطة يعني إلهام في السعادة، مبادرة في السلام، في الحب، دائما القيم اللي هي يعني قادتنا في الإمارات، والشيخ محمد براشد يعني دائما يقولنا عليها يعني نحن نقتدي فيه. فنتكلم عن الحب، السلام، دائما يعني القيم مالت النادي ان نحن التعاون، روح فريق العمل. كيف ان نحن في كل شهر يكون في فريق عمل ثاني، والادوار تتغير، يعني ممكن الشخص اللي كان هو مقدم الفعاليه يكون هو له دور مثلا في التصوير او في ادوار في العلاقات العامه او في الاعلان عن الفعاليه. فدائما القيم بالنسبه للنادي الكتاب اللي هي اهم قيمه ان هي امه تقرا. أن نحن نرجع قيمة القراءة اللي هي في ناس أحيانا انشغالات أو تسوي أي شيء ثاني، بس أنك أنت لا ترجع أنك تقرأ مرة ثانية وتهتم بقيمة الكتاب. طبعا هاي أهم قيم الكتاب اللي وياك قصة اللي اسمه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. في مناقشة خلال هذا الشهر بتجرى في نادي كتاب الكتاب في الإمارات، خبرينا أكثر عن هذا الموضوع، عن هذا هذه المناقشة. طبعا هو نادي الكتاب بالإمارات يعني كل شهر يتم اختيار كتاب عن طريق الأعضاء، يعني يتم اختيار أعلى قيمة التصويت على الكتاب وبعدين يتم مناقشته. هالشهر طبعا تم اختيار كتاب الشيخ محمد بن راشد قصتي 50 قصة في 50 عام، وبنتناول الكتاب هذا بيكون إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله، وبيكون في اليوث هاب طبعا من المنبر عندكم اليوم. نحن ندعي كافة الشباب وكل الأفراد في المجتمع أن هم يحضرون معنا المناقشة، هي بتكون يوم الجمعة في اليوث هاب مركز الشباب أبراج الإمارات الساعة 6 مساء. فبيكون مناقشة الكتاب، يعني الشيخ محمد بن راشد يعني في مطلع الكتاب قال لنا، يعني أنا كنت بقول لك تختارين شيء من الكتاب وتقرين الحين على الهواء مباشرة. حاضرين، يعني هو أهم يعني دائما يقول مقولة الشيخ محمد بن راشد أن سيقولون بعد زمن طويل هنا كانوا، هنا عملوا، هنا أنجزوا، هنا ولدوا، هنا تربوا، هنا أحبوا وأحبهم الناس. صحيح. فمن أدب السيرة الذاتية كتاب الشيخ محمد بن راشد، لو يعني إحنا في كل شهر في أدب، فأدب السيرة الذاتية هو كتبه بنفسه ووضع رسالته لنا أن نحن نقتدي فيه. يعني دائما شعار الشيخ محمد بن راشد اللي هو love victory winning، الحب الفوز النصر.
فتكلم في الحب تلقى في قصص كثيرة في الكتاب. صحيح. عن حب الأم كيف أثرها في حياته. نعم. حب الخيل الأول كيف في الها بالنسبة للفوز والنصر. نعم. دائما حبه في السباقات والنصر ونحن دبيدانة الدنيا وأن نحن وصل المركز الأول. نعم. مطار الإمارات أول ما تم إنشاءه كافة يعني القصص اللي كانت مؤثرة أنه هو يبي يوصلنا إياها أن نحن كيف نقتدي فيه ونمشي على خطى يعني. نعم. في الحب. نعم. سيد مؤمن طبعا تمت مناقشة الكثير من الكتب في السنة الماضية وأيضا هناك أيضا إن شاء الله خلال هذه السنة سيتم أيضا مناقشات أخرى ومواضيع متنوعة. خلينا نروح للسنة الماضية ما هي يعني أغلب المواضيع اللي سلطتوا الضوء عليها من خلال مناقشاتكم؟ والله المواضيع احنا عندنا جدول سنوي تقريبا. كل شهر عندنا موضوع معين يعني يبدأ من يناير بأدب تنمية ذاتية، فبراير في روايات، مارس هذا الشهر أدب سيرة ذاتية مثل كتاب سمو الشيخ محمد، في أبريل حفل توقيع كتاب، ومايو عندنا علم نفس، ويونيو في تاريخ، يوليو أدب رحلات، أغسطس عمل أدبي تحول لعمل سينمائي، وسبتمبر موجود اللهم صل على محمد بعد توقيع كتاب. لا أكتوبر توقيع كتاب، سبتمبر خيال علمي. نعم ما شاء الله. وأكتوبر توقيع كتاب بعد مرة. هناك تنوع جميل نشوفه. نعم. صحيح تنوع في الموضوع. جميع أنواع الأدب يعني عشان نطرحها، وفي 12 كتاب ناقشناهم في مختلف الموضوعات السنة الماضية. جميل. إنزين كيف يعني آلية ترشيح هذه الكتب؟ يعني كل شهر تختارون كتاب لمناقشته في نادي الكتاب للإمارات، شو آلية ترشيح الكتب اللي مختارة؟ مثل ما قال أخوي مؤمن، قال كل شهر نحن سمة معينة يعني مثلا أدب السيرة الذاتية. نعم. فيكون مثلا قبل بداية الشهر ينزل إعلان على صفحة النادي في الفيسبوك، في السوشيال ميديا. ميديا التواصل الاجتماعي. نعم. فينزل إعلان أن الشهر هذا نحن أدب السيرة الذاتية، شو تقترحون من الكتب في هالمجال؟ فالأعضاء عن طريق التصويت. هي الأعضاء من قبل الناس. بالضبط. فالأعضاء يحطون أسماء الكتب اللي هم يقترحونها، فيتم إعلان في خلال يومين أنه خلاص سكر مثلا موضوع الكتب، نبتدي نسوي تصويت. خلال يومين يتم التصويت على الكتاب، بعد ما يتم اختياره خلاص يكون هو هذا الكتاب اللي نحن بنتم. فيعني اي كتاب يكون راي الجمهور او راي الاعضاء. نعم. هم اللي اختاروا الكتاب هذا اللي يتم مناقشته في كل شهر. جميل جدا. التفاعل معاكم من الجمهور وبالنسبه لهذه الاصناف اللي ذكرتوها والتخصصات مثلا في نوعيه الكتب والمواضيع اللي تمرون عليها، الجمهور مع اي مجال يتفاعل اكثر؟ وصراحة الجمهور مجرد أنه ينجذب للنادي أو يحضر ورشة عمل ما يرجع يعني ما يتركنا بعد. نعم. مرة في انجذاب شديد جدا نظرا للروح الموجودة في المكان. كل هذه الناس اجتمعت عشان تقرأ بس، عشان تتثقف بس. وبعدين أنا لما أقرأ كتاب بروحي بفهمه من وجهة نظري، لكن لما أقرأ كتاب وهي أتناقشه مع مجموعة بفهمه من وجهة نظرك أكثر من واحد. صح. يعني بينورني أكثر وبيعلمني أكثر، فالانجذاب شديد ما شاء الله والناس مقبلة على الموضوع يعني. الحمد لله رب العالمين. خبرينا عن مواضيع الكتب اللي تمت مناقشها العام الماضي. يعني العام الماضي يعني هو نفس ما قالت أستاذ. نعم. مؤمن أن في كل شهر نحن تكلمنا فيه، مثلا في شهر 10 مثلا الخيال العلمي، عندك في شهر 8 مثلا بعض الروايات، يعني السنة اللي طافت تكلموا في رواية هبتة. نعم. أنت اللي تحولت لعمل سينمائي. صحيح شفنا هالعمل كان رائع جدا، كان من ضمن اللقاءات الرائعة يعني. كانت لو شايف الفيلم يعني بتشوف أن الكتاب كان له نظر تختلف شوي عن الفيلم. صحيح. فتم مناقشتها وكان شيء رائع. كان من ضمن الكتاب بعد اللي حضروا ما أدري أحمد مراد كان في كان من ضمن الموجودين. كان حفل توقيع يعني. نعم. يعني حضر معانا ما شاء الله. فكان بعد تم مناقشتك كتاب يعني الكتاب الأول اللي هو الفيل الأزرق، وكتاب الثاني بعد حضر تراب الماس. هي تراب الماس ما شاء الله. فكان حلو. حلو. الفئة العمرية اللي يحضرون للنادي، هل أنتم تسلطون الضوء مثلا أو على فئة عمرية معينة، أم يعني ممكن أن الأطفال يكونوا متواجدين وإلى يعني والعمر مفتوح؟
احنا ضوءنا متسلط على العلم والثقافه. جميل. والفئه العمريه غير مشموله. بعيد عن العمر. غير مشموله، يعني في من بدايه من 18 سنه الى 50 و60 و70 وكل ما شاء الله في تجمع جدا جيد. بالنسبه للحوار اللي يصير ما بين الاجيال هذا. نعم، هذا يعني يعطيك خبرات ويعني جميل جدا. بالنسبه للاطفال في عندنا شهريا ايفنتين للاطفال. جميل. مشمول الحمد لله، يعني بحيث ان الطفل ما يقدر يتحرك ويجي الورشه وهذا. نعم. فانتم تحددون وقت وتبلغون الاهالي. نعم، احنا الجروب على الفيسبوك موجود ومنشوراته موجوده والناس. نعم. انا عن نفسي شفت الجروب، رحت حضرت مره، ما خليتهم من وقتها صراحه. نعم. نعم. اذا فعلا هذا انجاز كبير وشيء رائع ان نشوف هذا الحوار ما بين الاجيال، انه يكونون الصغار يكون مثلا ويجمعهم الكتاب. ويجمعهم الكتاب فعلا. الجميل ايضا ان هناك لغه موحده للمثقفين، يعني لما نشوف ان شاب عمره 16 او 17 او 18 سنه يتحدث بلسان شخص كبير فعلا. شخص عمره خلينا نقول 50 سنه لكن هو صغير فعلا. هذا هو اثر الثقافه واثر العلم واثر الكتاب واثر القراءه، ينعكس على هذا العقل وتظهر هذه الافعال طبعا بطريقه راقيه ومتزنه فعلا. وعلى فكره احس يعني يوم يقرا الشخص فعلا يصبح مثقف. نعم. يعني يصبح كلماته تختلف، كلمات منتقاه وتختلف بين شخص فعلا مثقف وشخص لا. يعني التعليم ما يخص في هذا الموضوع. نعم. في هذا الموضوع، ولكن فعلا اللي يقرا يتثقف بشكل غير طبيعي. القراءه يعني تهذب النفس في النهايه فعلا. ونحن سعيدين والروح جدا. ايضا لا شك نحن سعيدين جدا بهذا اللقاء. الاستاذه ايمان محمد السويدي، عضو مؤسس في نادي الكتاب بالإمارات ومدرب معتمد في القيادة والتأثير، والأستاذ مؤمن رضوان تركي، عضو في نادي الكتاب بالإمارات. شكرا جزيلا لكم. كل التوفيق لكم أيضا في النادي. شكرا لكم. ختاما بس حابب أختم وأعطي كل ذي حقا حقا، شكرا جدا للدكتور أميرة مسعود، هي من مؤسسين نادي الكتاب وهي اللي تقود هذا العمل الرائع من 4 سنوات، فأحب أشكرها شكرا جزيلا. وأعضاء النادي فرد فرد أوجه توجه لهم بالشكر، لأنهم ما شاء الله يقوموا بمجهود جبار. نتمنى لكم كل التوفيق. وإياك يا رب. مشاهدينا بنروح فاصل سريع ورادين لكم في برنامج 7 على 7، خلكم ويانا. مشاهدينا الكرام، مهرجان أبو ظبي السادس للقدرة لعام 2019 طبعا نظمتها قرية الإمارات العالمية للقدرة بميادين الوثبة بالتعاون مع الاتحاد الفروسية والسباق. المزيد من التفاصيل نتابعها مع هذا التقرير اللي أعدته لنا الزميلة سهام الشحي. نتابع. الظروف المناخية صعبة، أتربة ورياح قوية في عالم رياضة القدرة والتحمل، هذا هو المعنى الحقيقي الذي أثبته فرسان وفارسات الإمارات. 169 فارس وفارسة من مختلف الإسطبلات أثبتوا جدارتهم في التعامل والمهارة العالية مع الخيل. فرسان انسحبوا وفرسان استمروا رغم المعوقات على أرض الوثبة. كنا هناك في اليوم الثالث لمسك الختام في مهرجان أبو ظبي الختامي للقدرة لمسافة 120 كيلومتر تو ستار الدولي، والذي أقيم في قرية الإمارات العالمية للقدرة. أربع مراحل صعبة قادت الفرسان والفارسات إلى المغامرة والإثارة. المرحلة الأولى باللون الأزرق لمسافة 40 كيلومتر كانت الأجواء مغبرة بعض الشيء، وتصدرت الفارسة جوليا على صهوة الفرس سينارو تانجو من أسطبلات الجزيرة تو الصدارة بزمن وقدره 1:27:36. وجاء في المركز الثاني الفارس مبارك منصور الحمادي على صهوة دولونامورتي بزمن وقدره 1:27:40. بلا شك يعني هذا آخر سباق، وكل ما متبقي عندك من خيل زينة بتدخله في هذا السباق، ما في شيء تنتظر عشان، لأن الموسم انتهى وعندك فترة راحة تقارب 6 شهور. فالموجود دخلناه، العدد تقريبا 5 روس لكن مركزين على خيلين منهم. بلا شك أن الجو والهواء أثر كبير على الخيل. تعرف في اغلب الرياح هي في صدر الخيل، ونحن
احنا متعودين دائما في سباقات 120 نروح سرعه 30 28، وهذا بيكون يضاعف الجهد على الخيل. ف اعتقد ان محتاجين نتصرف شوي، نهدي حتى نقدر نوصل الخيل بسلام. المرحلة الثانية باللون الأصفر لمسافة 35 كيلومتر أصبحت الأجواء تزداد صعوبة على الفارس وعلى الخيل، ومع هذا تصدرت الفارسة هنادي المنهالي على صهوة أنجلوستو إيبي لإسطبلات الجزيرة تو المركز الأول بزمن وقدره ساعة و15 دقيقة و7 ثواني، وجاء بالمركز الثاني الفارس مبارك الحمادي بطل السباق لإسطبلات الوثبة بزمن وقدره ساعة و18 دقيقة و11 ثانية. الرياضة اسمها قدرة والتحمل، الرياضة مش اسمها شو ولا قفز عواجز، السماء قدر حامل تخيل يا غبار أمطار، الحمد لله على هذا الجو. يعني مش إحنا يوم يانا حر قلنا حر، يانا غبار قالنا غبار، لا اللي بين الأول بين الأول. بس يعني هو كنظام يعني تنظيم، يعني في من لجنة هي تحكم على هذا الأجواء، يعني يون يسألون المدربين يسألون الفرسان شو رأيكم، ها في مجال لكم تروحون بعد مرحلة، لأن باقي مرحلتين مش مرحلة. إحنا يوم يانا مرحلة ثانية كنا ما نعرف وين نروح، ما نشوف شيء، بس الحمد لله الحمد لله. بس أنا أقول يعني لو بعد فترة الراحة شوي أخرونها، والله في اسطبلات الريف اليوم إحنا جايبين الخيول، عندنا ما عندنا توستار مش خيله بس، عندنا فرسان اللي ما عندهم توستار بنجهزهم حق السنة الجاية إن شاء الله. وفي المرحلة الثالثة باللون الأحمر لمسافة 25 كيلومتر أصبحت الأجواء المناخية أصعب، وكان كل من المدربين والفرسان ينتظرون من لجنة الحكام إيقاف السباق أو إعطاء مساحة أكبر للاستراحة، ولكن لم تقرر اللجنة أي قرار بإيقاف السباق، وتابع الفرسان والفارسات تحديهم، حيث تصدر الفارس مبارك منصور الحمادي من أسطبلات الوثبة بالمركز الأول بزمن وقدره 56 دقيقة و38 ثانية بمعدل سرعة تجاوزت 27. اليوم حقيقة يوم صعب كان على الفرسان والفريق، حقيقة كان فيه مراجعة مع اللجنة الفنية والحكام أيضا هل السباق يستمر أو يتم إلغاءه، ولكن كانت القرار أنه يستمر، وهو أيضا في مجال كان أيضا تلغى مرحلة مثلا المرحلة الأخيرة وأن يستمر السباق على المراحل الثلاث الأولى، ولكن ارتئينا في الأخير أنه يستمر والحمد لله تم على خير. ونهني سيدي سمو الشيخ منصور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على أيضا فوز اليوم، وكذلك ونشكر على أيضا على دعمه ورعايته كبيرة اليوم للفرسان. أي نعم الاسطبلات الخاصة يعني، وهذا حقيقة لفتة كريمة من سموه اللي تعودنا دائما ودعمه الدائم لهذه الرياضة، فنحن نتوجه من هالمنبر بالشكر شكره وأيضا تقدير له مع نهاية هذا الموسم. وأيضا اليوم كانت مشاركة كبيرة، وحقيقة هذا أتى بدعمه الكبير دائما لهذه الرياضة. هالرياضة اسمها قدرة وتحمل، الخيل الجيدة والفرسان الجيدين يقدرون المفروض أنهم يتحملون الظروف الصعبة. اليوم جتهم ظروف صعبة من ناحية الأجواء، من ناحية حتى التركات نوع ما كانت مفتوحة لكن زاد عليها الأمر، يحتاج ذكاء من الفارس. الحمد لله يعني الفرسان يحبون الصعب وتخطوها. بالنسبة لنا بتكون تحديات في أوروبا، وعندنا أهداف نحن حاطينها مثلا بطولة وينزر كاس بيكون تقريبا في رمضان أو قبل رمضان بيوم، ومن بعد كاس وينزر بيكون عندنا يعني سباقات تمهيدية حق بطولة العالم، والهدفين الرئيسيات وينزر وكاس العالم. وحافظ البطل مبارك منصور الحمادي من اسطبلات الوثبة على المركز الأول في المرحلة الرابعة باللون الأبيض لمسافة 20 كيلومتر على مستوى رائع ومتميز بجدارة رغم مجريات السباق الصعبة والعاصفة الرملية، حيث تصدر الفارس مبارك الحمادي على صهوة دولومورتي من اسطبلات الوثبة المركز الأول، وقطع البطل المسافة الكلية للسباق بزمن وقدره 4 ساعات
و25 دقيقة و53 ثانية بمعدل سرعة بلغت 27.8 كيلومتر في الساعة. وجاء في المركز الثاني الفارس عبد الرحمن سعيد الغيلاني على صهوة جدافي بزمن وقدره 4 ساعات و26 دقيقة و38 ثانية بمعدل سرعة بلغ 27 كيلومتر في الساعة. وحل في المركز الثالث الفارس سلطان عارف محسن على صهوة فافة من اسطبلات الوثبة بزمن وقدره 4 ساعات و26 دقيقة و39 ثانية. والله الحمد لله، أول شيء نقول بسم الله، لكن توفيق من رب العالمين، وأنا أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ منصور المتزايد، وأشكر المدرب علي خلفان زين، والحمد لله على كل حال. بدون توجيهات المدرب ما تقدرين تمشين، أكيد كان يقول لي خف بس عشان الصعد وهذا، لأنك كنت أمشي بسرعة وخفيت لل 23 24، بعد ما طفت الصعدة مشيت 25، الحمد لله الله وفقنا. أهدي لسمو الشيخ منصور مزايد والمدرب علي خلفان ومساعد مدرب عبد الله سلطان نيادي. فرحة ثلاثية بالمراكز الأولى لاسطبلات الوثبة مهداة إلى مقام سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى المدربين مايد الجهوري وعلي الجهوري وعبد الله سلطان النيادي الذين كانوا وراء هذا التتويج. وأعلنت لارا سويا أن النسخة 11 للمهرجان ستكون بها مفاجآت وتحديات كثيرة، من بينها البطولة الدولية للشيخة لطيفة بنت منصور آل نهيان لخيول البوني، وستمثل الإمارات في الجولة الختامية الفارسة الصغيرة سارة علي الجهوري من اسطبلات الوثبة مع 14 فارس وفارسة من جميع قارات العالم. رياضة الفروسية القدرة والتحمل يتسابق إليها الصغير قبل الكبير. رجعنا لكم مشاهدينا بعد البريك، والحين بنروح لحملة سلامة دارك أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني لتعزيز الوعي بالسلامة العامة والوقاية من مخاطر الحريق. للمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف العقيد خالد ربيع الحمودي نائب مدير إدارة الدفاع المدني بالفجيرة. هلا ومرحب فيك. حياك الله معنا سعادة العقيد. تسمعنا؟ ألو تسمعنا؟ يمكن الظاهرنا ما يسمعنا او الخط يمكن قطع، بنعاود الاتصال فيه ان شاء الله مره ثانيه، واكيد بنستمر ان شاء الله في هذا الموضوع. تسمعنا سعادة العقيد؟ الو زين، نحن بنرجع ان شاء الله، بنعاود الاتصال فيه عقب دقائق ان شاء الله. بنرجع طبعا مروه، بما ان رمضان الخير ترى قريب، نعم. ما برجع عنه شيء ان شاء الله، وهذه الفتره معروفه عن المجتمع الاماراتي بشكل عام، طبعا عن طريق ايضا طبعا الجمعيات الخيريه تقوم هناك ايادي بيضاء تمتد لطبعا الاسر المحتاجه داخل في الامارات وايضا خارج الامارات، فيعني هناك كثير من طبعا هناك، نعم، الكثير من الفعاليات تقام، وكثير من طبعا الجمعيات تقوم بطبعا حملات خيرية رمضانية. ونروح أكيد لحملة عطائكم سعادتكم، شعار طبعا الحملة الرمضانية لهيئة الأعمال الخيرية في عجمان، وتستهدف الحملة تنفيذ 250 مليون، ما شاء الله مبلغ وايد كبير لهذه، نعم، الحملة. أكيد عطائكم سعادتهم. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير، خلونا نتابع نشوف. الحقيقة يعني الحملة الرمضانية مثل الحملات الرمضانية في كل عام تقوم فيها هيئة الأعمال الخيرية، يعني تحطها تحت شعار معين. اليوم هدفنا من الشعار أن يعني ندعو أهل الخير والمحسنين والمتبرعين بأن المبالغ والصدقات والتبرعات اللي يقدمونها ترى هاي ثمرتها ونتيجتها إسعاد الأسر الفقيرة، إسعاد الأسر المتعففة. اليوم دعم المشاريع الخيرية لهذه الأسر حقيقة تجلب لهم الفرحة والسعادة، وهذا الهدف السامي اللي نسعى له في هيئة الأعمال الخيرية. هي الحقيقة نحن من فترة وأخرى عندنا استراتيجية معينة نحاول نستفيد من إمكانيات
بعض الجهات ونعمل معها شراكات لدعم مشاريع الهيئة سواء داخل الدولة أو خارج الدولة. يعني مثلا وقعنا اليوم مع كلية الأسرة بحيث أن بعض الطالبات اللي ظروفهم المادية ما تسمح لهم بتسديد رسوم الدراسية تعرض هذه الظروف إلى أهل الخير والمحسنين ونتلقى منها تبرعات على أساس أن نسد هذه الرسوم وتتمكن مثل هذه الطالبات أن تنهي الدراسة الجامعية وتستفيد إن شاء الله في سوق العمل المستقبل. أطلقت هيئة أعمال الخيرية حملة رمضانية طبعا مثل ما أنتم حضرتوا جزاكم الله خير في هذا العام، شملت المشاريع الأساسية المعتادة وكذلك مشاريع أخرى. ومن ضمن أيضا المشاريع الأساسية التي تعقدها جمعية هيئة أعمال الخيرية في شهر رمضان المبارك مشروع الإفطار الصائم داخل وخارج الدولة بما يقارب 4,600,000 درهم إماراتي، إضافة إلى مشروع كسوة اليد 1,200,000 والمير الرمضاني أيضا 1,200,000 وزكاة الفطر 2,200,000 درهم مستهدفين داخل وخارج دولة الإمارات العربية المتحدة. مروة، سمعتي عن شيء يسمى العقل الباطن؟ أكيد عندي اهتمام واسع في هذا الموضوع لأن فعلا العقل الباطن هو سر في حياتنا وايد كبير، لو تعرفنا عليه فعلا حياتنا بتصير أفضل. صحيح، طبعا العقل الباطن قوة، هو العقل اللاواعي واللي يتحكم بعادات الشخص وسلوكياته وردات فعله، هو أساس تصرفاته اللي ما يحسب فعلاً. طبعا حسابها أحيانا يصير موقف فجأة فتشوفين الشخص رد بردة فعل سريعة. وفي كلمات أيضا علي ممكن نقولها ما يعني ما نعطيها هذه الأهمية، ولكن هي ممكن أن تترجم للعقل الباطن باطن شيء وممكن أن يأثر على حياتنا سلبا أو إيجابا بسبب كلمة واحدة فقط. نعم، نحن اليوم بنتعلم أكثر عن هذا الموضوع، بنحاول يعني ندرس شوي عشان فعلاً ندرب أنفسنا مع طبعا الدكتورة رياحين الشيخ عيسى مدرب تنمية بشرية. حياك الله. صباح ومساء الورد والسعادة. مساء الحياة. أنت جيتي والله يابج. اسم على مسمى ورود وما شاء الله جميلة. الله يحفظك يا رب. نحن عقلنا الباطن والواعي مبند. شغلين الله يخليك على هالموضوع. ما أتكلم له وشغالتي، لكن بندرب أنفسنا بطريقة يعني احترافية أكثر ونكون واعين بأنفسنا أول شيء. نعم نعم. أول شيء نبغى نعرف العقل الباطن. صديق أم عدو؟ عقلك الباطن هو صديقك وممكن أن يكون عدوك، لكن أنت من تحدد علاقته بيك. نعم. بالبداية أحب أن أقول لك فد شغلة، أنه عقلك هو عبارة كأنه يعني أرض خصبة أنت تزرعها. إيش تزرع بذور بهذه الأرض هي اللي راح تطلع الثمار مالتها بالضبط. نعم. العقل هذا الصندوق، هذا الصندوق اللي بحياة كل الناس وبحياتي وبحياتك وبحياة الجميع. هذا الصندوق أنت تغذيه بدون ما تشعر. صحيح. تغذيه كل يوم، تغذيه بتصرفاتك، تغذيه بكلماتك، تغذيه ببعض الأشياء الغير مقصودة اللي إحنا أصلاً نستهين بها. ممكن كلمات نستهين بها حتى مثلاً نوجهها لذاتنا أو نوجهها لأطفالنا أو نسمح للآخرين أن يوجهوها لنا. فعقل الباطن إذا استخدمته صح فهو صديقي العزيز والصديق الحبيب اللي ممكن. وأيضا عقلك أكو نقطة جدا مهمة، ما يفشلك، ما يقول لك لا، بمعنى أنت حتى يثبت لك أي شيء أنت مؤمن به يجيب لك مواقف تدعم رأيك. يعني إذا كنت أنت يعني أعتذر أنه أقول كلمات سلبية بس حتى نوضح الصورة للمشاهدين، تكون الصورة إذا أقرب. كنت أنت مثلا شخص عندك أفكار سلبية أو عندك آراء في بعض الأحيان تخص نفسك أو انتقادات ذاتك، عقلك الباطن شي يسوي؟ يجيب الأعذار. لا، يجيب لك كل المواقف تثبت كلامك صح، تجذب كل المواقف اللي تثبت أنه كلامك صح
100% يقف معك دائما، يقف داعم. طيب بما أنه هو داعم، ليش ما إحنا نخليه داعم إيجابي؟ صح. ليش نخليه داعم سلبي؟ خلينا نستخدمه الصالحنا، خلينا نطي الأفكار اللي عن نفسنا الإيجابية، حتى لو إحنا كنا غير مقتنعين بها بالبداية. إحنا حتى إذا كان بالبداية غير مقتنعين بها، من خلال التدريب والتكرار حتصبح حقيقة. العادة السلبية أو التفكير السلبي صار عندك عن نفسك، ترى أنت هو مو حقيقة. أنت من خلال التكرار، مثلاً أني أخاف، أني مخطئ، أني ما عندي أمل، أني سيء الحظ. هاي هواي إحنا سامعين هاي الكلمات، وأعتذر أنه أقول كلمات سلبية، أنا أحب أنشر الإيجابية كل مكان وكل زمان، لكن مضطرة لتوضيح بعض النقاط. فأنت لما تكرر تجي مواقف تدعم هذا رأيك، تدعمه ويكون حقيقة مطلقة بحياتك. طيب ادعم الموقف الثاني، أنا ذات حظ عظيم، أنا محظوظ، أنا سعيد، أنا ناجح، أنا علاقاتي ممتازة، أنا عندي وفرة مالية. دكتورة على هذا الكلام اللي الحين ياسة تقولينه، أنا كان عندي العقل الباطن عندي كان عدو، ومن فترة صغيرة أصبح صديق لسبب واحد فقط، اللي هو أن العقل الباطن يلغي كلمة لا وما. طبعاً. يعني أنا كنت مثلاً نقول مثلاً الله لا يفرقكم، العقل الباطن يقول لا تنحذف. نعم. يعني الله يفرقكم تصبح. إحنا بما مثلاً إحنا دائماً نركز على أشياء لا يعني نريدها. كلمة الما، خلينا نركز على هذا الموضوع، لأن بعض الأحيان والما. العقل يعني. نعم. مثلاً أنت تقولين أنا أتمنى أن لا أتمرض، أوكي؟ طيب أتمرض حتتمرضين، لأن أنت مركزة على المرض. طيب خليني أعكسها. صحيح. أنا أنوي الصحة، أنا أتمنى الصحة والعافية، أنا أتمنى النجاح، أنا أتمنى أن تكون علاقتي سعيدة، أنا صحيح. أتمنى أنه أعيش بسلام، ليش لا؟ أنا نعم. دائما إحنا نذكر المريدة ونقرنا باللا والما. نعم. والكلمات يعني على سبيل المثال بدل لا تقول لشخص مريض مثلا تقول له ما تشوف شر، ولا ما تشوف إلا العافية. صحيح. ما تشوف إلا العافية. بالضبط. طيب يعني روح على العافية أحسن، لأن الما تنلغى. طيب طيب نعم. أكيد. وطبعا الكلمات تقع حين ننطقها. صحيح. فعلا. نعم. أنت لما تنطق حتى في تفسير الأحلام يعني يقول لك أنت لا تفسرها، لأن الكلمات تقع. صحيح. الكلمات إلها فد مفعول غريب جدا جدا الله. جدا وكل قول عليه رقيب عتيد طبعا. نعم. فالكلمات سبحان أنا الله. أنا بخبرت شيء، أنا مرة طلعت من البيت. نعم. قلت أنا اليوم وايد محظوظة، وأنا اليوم أوكي ياس أكلم عقلي الباطن، فجأة قلت أنا اليوم ما بسوي حادث. بسم الله. كلمة ما اكتشفت عن طريق العقل الباطن كلمة ما هي السر، ما يفهمها يترجمها أنا بسوي حادث. نعم. نعم. ومو بس هاي، أنت تدرين شنو ركزتي. نعم. على ما أنت كنت خايفة تعملي حادث. ركزت حركت هذه الطاقة ويبتها اجتذبتها وجذبتيها إلى حياتك. سويتي حادث؟ سويت حادث اليوم. أنت المتحكم بحياتك، وأنت اللي تجذب ما تريد إلى حياتك. صح. وأنت اللي تغير كل حياتك. صحيح. التقنيات بسيطة جدا فقط. نعم. إذا إحنا نعم. قدرنا نشتغل عليها. نعم. العقل الباطن يحب التوكيدات، الكلمات. نعم. الواضحة والصريحة والإيجابية. نعم. لكن خبرينا اليوم عن موضوع قانون الجذب. نعم. واللي هو سر وايد كبير. نعم. وفي ناس يعني بعدها مو متعمقة فيه. مو وأصلا ما فهمت بالطريقة الصحيحة. فهمينا إياها. نعم. بالطريقة الصحيحة. طبعا في البدء قانون الجذب هو قانون إسلامي. كيف؟ أنا عند ظن عبدي بي صحيح فليظن عبدي ما يشاء. نعم. فأن ظن خيرا فخير، وأن ظن شرا فشر. فما ظنك بربك الكريم. صحيح. ما ظنك بربك الكريم. صح. خير يا رب. خير يا رب. خير يا رب. نعم. أيضا تفاءلوا بالخير تفاءلوا بالخير تجدونه. الشيطان يعدكم بالفقر. نعم. نعم. إحنا دائما ناخذ العلوم بعد ما ياخذوها الغرب اللي هي احنا اساسها، لكن صحيح. احنا قانون الجذب صارت عليه هوايه نقاط وخطوط والناس ما فاهمه شنو. نعم. هو يا اخوان قانون الجذب بمنتهى السهوله وبتفسير تفاءلوا بالخير بتفسير بسيط جدا جدا جدا. انت ماذا تظن بالله سوف يحققه بالضبط. لك تريد الخير اؤمن ان الخير جاي اجذبه للخير. اكو تقنيات لكن اتطورت هي هذا الموضوع. احنا
اللي درسنا هذا الموضوع تطور بتقنيات وآليات بسيطة مثلا علمية أكثر أشياء بسيطة خلال توكيدات، من خلال رسم القصة الذهنية، من خلال استخدام الخيال، من خلال استخدام النوم لبرمجة عقلنا الباطن، من خلال تغيير المعتقدات، يعني بعض الأشياء البسيطة ونقدر نجذب ما نريد. وعندي حالات جذبوا الصحة، المال، الزواج السعيد، شنو المناصب العالية، حالات يعني أصبحت أنا يعني مثلا إذا أريد شيء أسأل السؤال بالليل وأحاول أركز عليه الصبح ألقاه أمامي بصدفة بحتة بصدفة بحتة. نعم. هذا الموضوع اللي الحين تحدثتي عنه هو أهم فترة لاجتذاب أي شيء وللتركيز على الأشياء والأهداف والأحلام أيضا للشخص، هي ما قبل النوم. نعم، العشر دقائق قبل عشر دقائق اللي قبل النوم. كيف نغير حياتنا بالعشر دقائق اللي قبل النوم، كيف ونركز أيضا على أحلامنا وأهدافنا. حتى تستخدم قبل النوم لمصلحتك ولتحقيق جميع أهدافك. أغلبنا قبل النوم شي يسوي، وأنا متأكدة المستمعين وأغلب حالياً إنستغرام يراجع نفسه فيسبوك إنستغرام بعدين آخر خمس دقائق بس يتذكر خوف أو حنين لأشخاص موجودين في الحياة انتهوا. أو مثلا سلبيات طيب صح. خلي نشتغل إحنا بطريقة ثانية، نأخذ هاي العشر دقائق قبل النوم نردد بها التوكيدات للمواضيع اللي إحنا نريدها. نبدي نشتغل بها، نرسم صورة ذهنية لأي موضوع إحنا نريده، نبدي نشتغل عليه بعقلنا. فقط مجرد أن تركزين عليه وترددي له توكيدات. التوكيدات في البداية دائما يقولوا لي إحنا دكتورة التوكيدات ما فادتنا. يا عزائي، التوكيد كحبة البنادول أو حبة الأنتيبايتك، ما راح تعطي مفعولها أول يوم وثاني يوم، لكن بعد ثلاث أو أربعة أيام حتبدي تشوف أكو تحسن بصحتك. نعم، لكن الناس شو يسوون بالضبط مثل ما احنا نسوي، مو ياخذ الانتيبايتك ويشوف نفسه تحسن شويه ترك الدواء والاغلب. هذا اللي انا ابغى اتكلم عنه. نعم، وتركه الاستمراريه. نعم، خلنا انا عندي سؤالين او خل ابدا بالشق الاول. هناك بعض الاشخاص ربما يعني ياخذ ربع العلاج او نص العلاج وما يكمل العلاج الباقي. يعني مثلا في شخص سوى عمليه ما سوى علاج طبيعي، فالعملية رجعت عليه مضروبة أو صارت العملية هذه سيئة بحكم أنه ما كمل العلاج الطبيعي. بعض الأشخاص ما يتبع هذه الأفكار وهذه الأشياء الإيجابية وهذه الأمنيات أو هذه خلنا نقول الأهداف اللي يكتبها يوميا بأفعال، فما فهم جوهر الجذب. فهم جوهر الجذب بطريقة يبتعد عن جوهر الجذب بطريقة صحيحة حاليا. وهذا كلام سمعناه في 2008 لما انتشر كتاب The Secret، كتاب السر، كثيرين تحمسوا عليه وكثيرين قروا ولكن ما أكملوا قراءته بالضبط. ولكن هو كتاب السر صراحة كان يفتقر لجزء مهم جدا اللي هو الجانب العملي. صحيح. هو كان يبث فينا الإيجابية بطريقة جدا قوية وحلوة، ولكن يفتقر لهذا الجزء الجانب العملي. في جانب، في بعض الناس فهموا أن لازم أكمل الجانب العملي، وفي أشخاص ما كملوا وبالتالي فقدوا ثقتهم بهذا القانون وفقدوا ثقتهم أو بهذا الفكر. على فكرة أنت في بعد مرحلة من أن تشتغل على نفسك صح ما يحتاج حتى تمارين، تصبح أنت مغناطيس لجذب ما تريد. صح. بعد ما تشتغل على نفسك صح ورا فترة بسيطة تصبح مغناطيس حقيقي. نعم. لأن تجذب كل أهدافك وكل اللي تريده. نعم. لكن أنت تشتغل على نفسك. جميل. هناك بعد أيضا حالات أخرى وهذه صادفتها ويمكن أنا أيضا مريت فيها في بعض الحالات. بعض الأحيان تمر عليك حالات تجذبين الأشياء الجميلة بكل سهولة وتشعرين أنك مسيطرة. نعم. وبعض الأحيان تشعرين أنك فقدت السيطرة على بعض الأماكن نقاط القوة. نعم. كيف يستطيع هذا الشخص أن يستمر في قوة بطريقة مستمرة وبطريقة خلنا نقول يعني بتدرج عالي ولا يسقط أو ولا يتدرج للأسفل؟ نعم، أول نقطة الإيمان بذاته، أن يؤمن أنه يستطيع، أن ما يضعف أمام أي أول مطب حيجي، ويعرف أنه الحياة ليست جنة. نعم.
توجد مطبات. في بعض الأحيان تجيني رسائل، لأن أنا عندي هواية مواقع على السوشيال ميديا، تجيني رسائل يسألوني أنا كنت جدا إيجابية وجدا سعيد أوها، وفجأة هبطت الطاقة. وأنت هي نقطة إذا قدرت أنت تتمسك بيها، ماكو واحد يقدر يظل إيجابي طوال الوقت. حتى لو شوية صار هيك هبوط قليل بالمستوى، طبيعي طبيعي، لكن أن ما يكون هبوط عالي. لما تهبط شوية اسمح لمشاعرك أن تطلع. تريد تحزن احزن، لا تكتمها. تريد تبكي ابكي. تريد أنه تحس أنه كل شيء ما دري يشتغل وياك، حس، لكن أعطي وقته وراها، أعطي وقته. لكن بعض الناس شو تسوي؟ تستمر الحالة. لا، لما تيجي مواقف حزينة إلها أو مواقف سلبية، أنا قوي أنا قوي. لا، القوة ممكن تصيبك الحزن، وممكن أن تتعب في بعض الأحيان، وممكن أن تقوم من يوم أنا ما مرتاح. طبيعي يعني أنت بشر، لكن لحدود لحدود. أنت لما تقدر تعبر عن مشاعرك السلبية وتطلعها وتفرغ هذه الأشياء اللي بداخلك وتؤمن بذاتك، ترجع تتمسك وترجع. يعني ممكن أن يكون هو هيك الطريق، ممكن أن يجي شوية بس شوية قليل، من ونرد نصعد، ما يكون إلى من خلال إيمان بذاتك، من خلال التوكيدات، من خلال التحرر دائمي دائم. أكو تقنيات للتحرر تستمر عليها، من خلال تغيير المعتقدات، من خلال تحرر من الخوف، أمور كثيرة. لكن أؤمن بذاتك أولا أولا، وظل طور، ظل طور بذاتك، لا تبتعد عن تطوير الذات. واعرف أن الحياة ممكن أن يصير بها بعض النزول البسيط، لكن بسيط مثل واسمح لأن يظهر. إحنا مشكلتنا نكتم المشاعر، نكتم نكتم نكتم، ونجي عند موقف بسيط ننهار، لأن كتمنا طويلا. نعم. لأن سكتنا طويلا. دكتورة، في بعض الأحيان ممكن نكون أشخاص إيجابيين، نعم، ونحن في الليفل العالي لأنفسنا، نعم، ولكن في بعض الأحيان ممكن أن نتأثر بطاقة سلبية حولنا. طبعا. والعلاقات المفروضة، نعم، مثلا ممكن يكون عمل، أهل، أصدقاء، نعم، وأنت مضطرة أنك تكونين وياهم. نعم. كيف نغلق طاقتنا ونحافظ على طاقتنا الإيجابية دون إيذائهم؟ نعم نعم. أنا دائما اللي تجيني هيك حالات أعطيهم طريقة الفيلم الذهني. هذه إنه أنت، إحنا نتعرض لأشخاص سلبيين، صح، ومواقف سلبية، ممكن وياك بنفس البيت، قابل إنه أنت تروح تطلع تعيش في بيت ثاني. طبعا. كل اللي يكون أولا 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 التقبل، أن تعرف أن تتقبل الآخرين وتتقبل ردود أفعالهم، وتتقبل أيضا عدم تقبلهم إليك، وتعرف أيضا إن الله، إن الناس لم يرضوا عن الأنبياء والمرسلين، نعم، فلن يرضوا عنك 100%. إذا قدرت توصل لمرحلة التقبل، أن أتقبلك كما أنت، والتقبل هو ليس استسلام وليس موافقة، هو حالة قبول، هو أنا لا أقاومك. إذا قدرت أن ما قاوم سلبية المقابيلي، أوكي هو شخص سلبي أنا تقبلته، هاي أول نقطة. النقطة الثانية الفهم، عندما أتقبل أهم نقطة التقبل. بعدين النقطة الثانية أمارس الفيلم الذهني. أكو أشخاص يبثون السلبية من الصبح، أنت رايح دا تضحك وفجأة تشوف شخص رأس أسمع، أنا قاعدة في فيلم، أنا جالسة الآن في فيلم، أشاهد لكن لا أشعر، أشاهد لكن لا أتفاعل، أشاهدك أنت موجود قدامي دا تبث لي طاقة، ما أتفاعل معك أنا، وهاي تقدر لها بالتدريب. لو تدربت أيام قليلة حتبدي ما تتفاعل مع سين وصاد. نعم. أسمع لكن أنا لما أشوف، أنا أكيد أعرف فلان سلبي، ماذا أفعل معه؟ نعم. أسمع له وأبدي أشغل فيلم في ذهني. جميل. بعيد عنه تماما، وخليها هذا الشيء إذا تدربت عليه مدة بسيطة، نعم، حيجيب نتائج عالية. قلتي كلمة مهمة. نعم. دكتورة، عدم المقاومة. نعم. إن لا تقاومة. نعم. وأيضا أتبعتيها بعدم التفاعل. نعم. في بعض الناس ومثل ما قالت مروة في سؤالها، إن كيف أنا أحافظ على إيجابيتي، نعم، من هؤلاء الأشخاص. في قسم آخر يقول لا، أنا بحاول أني أبث إيجابيتي عليهم بحيث أنهم يكونون إيجابيين. وفي شق آخر أنه ييأس من هؤلاء الأشخاص فيحافظ على نفسه على الأقل. نعم. يعني لأن في النهاية، في النهاية أنت بتبث إيجابيتك، إذا ما عمت عليهم بترد عليك بسلبية ربما. لا، أولا إحنا لازم نعرف نحن لم نخلق لتغيير الآخرين وفرض آراءنا حتى لو كانت إيجابية أو في مصلحتهم. أنت إلا إذا طلب منا هذا الشيء. لا، أنت بذاتك أنت ممكن تكون يعني شون، يعني نقدر نقول ممثل لنفسك من خلال تصرفاتك. أنت تقدر تكون قدوة
هم حيقتدون بك، لكن انت نعم. ان تروح على شخص وتقول له انت سلبي وتعدى اتكلم لك على الايجابيه، تدري ايش تسوي؟ حتدمر هذا الشخص صح. لان حيكره شيء اسمه ايجابيه. نعم فعلا موضوع مهم فعلا. عندي احنا دخلنا بمحاور عديده حتى ما متفقين عليها. اي فعلا طلعنا ترى طلعنا انا عندي سؤال. مروه وايد عندها سؤال موضوع الدم ممكن نتخيل اشياء ما اسمعش نتخيل اشياء نعم. وتصبح حقيقه نعم. جلست مره مع مدربه للتنميه البشريه قالت لي عيشي كانك موجوده كان نعم. حلمي اني اكون مذيعه واهلي نعم. رافضين نعم. قالت لي تخيلي انك تقدمين برنامج نعم. والناس يطالعونك، وعقب تقريبا اسبوع او اسبوعين عن طريق الصدفه اصبحت مذيعه. نعم ما شاء الله. لان دراستي اداره اعمال يعني ما يخصني نعم. ابدا. الخيال الايجابي الخيال الايجابي الخيال الايجابي نغير طريقه تفكيرنا نعم. بالتخيلات نعم. خبرينا. اوكي مو انت عندك تراكمات سلبيه ورأسا تجي للخيالات، لازم بالبداية التحرر من التراكمات السلبية. كان عمري 22 ما كان نعم. في ولا أي نعم. شيء سلبي كله إيجابي. أنت تعرفي ليش؟ لأن أنت كنتي تريدي من قلبك تريدي وركزتي على هدفك وكنت أحس فعلا يعني أنا كنت أتخيل بالمشاعر. المشهد مشهد. أو التخيل كأنه فعلا يا سيصير نعم. أفتح عيوني يوم أفتح أبطل عيوني شيء أحس أنه فعلا أنه في ناس نعم. جميل. يعني لهاي الدرجة نعم. يعني أهمية أي هدف تريده بحياتك عيشه استمتع به. اي احنا يقولون عندنا خيال احلام نعم. اليقظه، لكن عيشه هي مو بمشاعر عاليه. نعم نحن اذا كملنا اتوقع اعتقد راح يسدون المحطه بناخذ تحت الهواء بنكمل الحوار وياك ان شاء الله حيسدوه. الله يطول لي في عمرك لان ما شاء الله يعني الموضوع استمتعت بكم استمتعنا والله نحن بعد وايد استمتعنا نورتينا. اي استفسار انا موجوده. الله يطول في عمرك والمتابعين ايضا يتابعوني واهلا وسهلا. شكرا جزيلا لك دكتور رياحين الشيخ عيسى مدربه التنميه البشريه، وان شاء الله الحديث بقيه لكن بعد ما نخلص الحلقه وبنتي معك ان شاء الله تحت الهواء. فاصل لا مو فاصل، مبادره مجمع اعمال الشباب اكيد نظمها مجلس الفجيره للشباب بدعم بهدف دعم المشاريع الشبابيه الرقميه. وايضا حضر اعلان المبادره اكثر من 60 شاب من شباب الفجيره المتطلع الى مستقبل واعد في رياده الاعمال. نتابع معكم هذا التقرير. ولله الحمد أطلقنا مبادرة مجمع أعمال الشباب. طبعا مجمع أعمال الشباب هو عبارة عن مجمع لتحفيز الشباب ودعم نمو المشاريع الناشئة الرقمية بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071 واستراتيجية الإمارات 2021 وفق متطلبات الثورة الصناعية الرابعة. فنحن نشتغل على موضوع كيف فعلا الشباب يقدرون اليوم يأسسون شركات رقمية ناشئة ما تنافس فقط على مستوى الإمارات وإنما تنافس عالمياً بطبعاً جهود شباب إماراتيين. طبعاً مجلس الفجيرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، ما شاء الله كنا اليوم كلنا موجودين في هذه في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة بالتعاون معهم شركائنا الاستراتيجيين في هذه المبادرة هو ديوان الأميري في الفجيرة، غرفة التجارة والعديد من المؤسسات مثل صندوق خليفة وغيرهم. الحمد لله اليوم لقينا إقبال كبير جداً من الشباب، ما شاء الله. هذه المبادرة تم إطلاقها اليوم، راح يكون عندنا 3 مراحل، هي مرحلة تأسيس المشاريع، بعدها مرحلة احتضان المشاريع، ثم مسرعات الأعمال للمشاريع. فراح نمر بهذه 3 مراحل، راح نحتضن مشاريع الشباب ونطورها بمسرعات أعمال بما يتوافق مع فكر العصر الرقمي. والله هاي أول مشاركة لي في مجلس الفجيرة للشباب، صراحة ما شاء الله مبادرات يشكرون عليها، مبادرات كثيرة تخدم الشباب، فيها إلهام، فيها يعني أمور نقدر نبتكر، نقدر يعني نشتغل من هني. أنا الصراحة جيت المجلس قلت لهم يا إخوان أبوي أشارككم فكرتي، أبويكم تبنون عليها عسب نبدأ يعني بشكل قوي، نأثر تأثير قوي إذا بنينا الفكرة يعني بشكل قوي بمشاركة المجلس كامل. يوم ندخل السوق بندخل دخلة قوية إن شاء الله، يعني بنأثر يعني تأثير قوي إن شاء الله، وهذا اللي أتمناه إنه يستوي في المجلس صراحة. وإن شاء الله بكون حاضر المخيم اللي بيستوي إن شاء الله للجيرة، وإن شاء الله بيخدمون الخبراء جزاهم الله خير لمجلس الجيرة اللي بيجيبهم.
حياكم الله مشاهدينا من جديد. مروة، تعرفين ما شاء الله دولة الإمارات رغم يعني التمدن السريع اللي صار فيها وهذا التطور العمراني الرائع، إلا أنها طبعاً وطبعاً من القيادة الرشيدة أكيد اهتمام كبير بالحفاظ على التراث، تراث الأجداد، ونشوف طبعاً هذا ظاهر من خلال الكثير من البرامج التراثية ومنها اهتمامهم في بطولة فزاع لليولة. نعم، هذه البطولة طبعاً لها أثر كبير على الشباب بالذات. نعم أكيد، نظمتها إدارة البطولات بمركز حمدان. نعم. بن محمد لإحياء التراث في دورتها 19 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم ولي عهد دبي. وأكيد اليوم نستضيف طبعاً معنا البطل اليويل سيف سهيل السماحي، فارس الميدان الموسم 2018-2019، وأيضا حاصل على كأس فزاع في البطولة في هذه السنة. ألف مبروك نقول لك أول شيء. يا هلا ومرحب فيك، وتستاهل هذا الكأس وأنت أهل لهذا الكأس. تعرفين مروة، أنا أعرف سيف من يوم كان صغير فعلا. يعني ما شاء الله عليه ومستمر. كان الحين من كم صغير؟ من هو احس لين الحين شوي صغير. ست سنوات. ما شاء الله، من ست سنوات تسوي يولا؟ ايه، من ست سنوات دش اليولا ما شاء الله عليه، ودش بطولة فزاع للصغار. ايه. ومن ثم راح للكبار الحين وشل كاس فزاع. شوفي هالاصرار. نعم. هذا قانون الجذب. فعلا. مستمر على هدفه وما شاء الله عليه لين ما وصل. الف مبروك مرة ثانية نقول لك. خير. وخبرني بعد هذه الرحلة الطويلة، ولما استلمت كاس فزاع، شو الذكريات اللي مرت عليك؟ شو الشعور اللي حسيت؟ أخبرنا. والله الكاس هي عقب تعب سنين. نعم. غريبا أكثر من 5 مشاركات، أكثر من 6 مشاركات من سنة 2013 أنا أشارك في الميدان الصغار. طبعا أنا يول من صغير بس بديت أشارك من 6 سنين. الحمد لله عقب كم مشاركة وتضحيات ما شاء الله عليك حصلنا على الكاس. ما شاء الله عليك. كيف شاركت في هذه المسابقة؟ خبرنا. والله هي تكون طبعا كل يوم يعرفون عن البطولة ويعرفون أوقاتها. نعم. هي بطولة الصغار تكون في الصيف والكبار في الشتاء. نعم. يكون شيء تصفيات، ومن التصفيات يتأهل 16 يويل اللي هم النخبة. نعم. ويكون نظام النوكاوت 16 يويل لين ما يستوون اثنين. كيف اكتشفت هذه الموهبة؟ يعني أنا أحس فيها شوي خطورة، خاصة أن السلاح اللي يشلونه. نعم. في اليولا. صحيح. شوي ثجيل، خاصة. نعم. أن فيه خشب وحديد. نعم. والله هذا من التراث طبعا، متمرس ما شاء الله عليه من التراث. كيف اكتشف الموهبة هذه؟ هي من التراث يعني ما شاء الله. صغير. ومن صغير ما شاء الله ويا أبوك، يعني أبوك كان يدعمك. من أبوك خذيت الموهبة هذه؟ أيوة. يوم لا. تشوفه؟ ها؟ يوم تشوفه اكتسبت هذه الموهبة؟ اي نعم، كنت أشوف التلفزيون ما شاء الله عليك. جميل. نحن أنا أتكلم عن شوية برجع، بما أني أنا أذكرك من يوم ما شاء الله صغير، أسرارك واستمرارك في بطولة فزاع لليولة من يوم من تقريبا 6 سنوات. أي نعم. تقريبا في بعض اليويلة دشوا وطلعوا، في بعض اليويلة خذوا مثلا كاس معين في الميدان الصغار وخلاص طلعوا، لكن انت استمريت هناك، كنت تحقق مراكز، وايضا جيت ميدان الكبار وعندك منافسين انت قدامه ايضا. أيوة. وانت صغير ما شاء الله عليك. كم عمرك الحين؟ 16 سنة. أيوة. وغلبت الكبار العمر كله. أيوة. ما شاء الله عليك. شعورك اكيد وخبرنا عن مسيرة التنافس لما كنت بين الكبار، كانت معك اسماء قوية، كيف كان التحدي؟ والله أنا كنت متعود ميدان صغار أدش فيها الصغار. أشوف اليويلة كلهم أصغر عندي. زين. أقول أنا عندي خبرة أكبر، لكن دشيت ميدان الكبار أنا أصغر يويل. زين ما شاء الله عليك. ونافست أبطال. صحيح. عندهم حاملين الكاس قبل. كانوا حاملين الكاس قبل. أي نعم. ونافست لو موب عندهم كاس، ناس مشاركين من 5-6 سنين. لكن الحمد لله ثبت وجودي والجمهور صوت ميدان الكبار طبعا على التصويت، شيء درجات اللجنة الحمد لله تغلبت عليهم في الدرجة وفي التصويت ما شاء الله. منو كان له الدور الكبير في دعمك في اليولا؟ ابو سيف الوالد. ابوك؟ اي نعم. الله يحفظك، نوجه له تحيه والحين يتابعنا، يستاهل، ونقول له يعني نشكره على هذا الشاب المبدع. فعلا. اللي محافظ على تراثه واللي اكيد رفع الراس ما شاء الله. وانا متاكده انه فخور فيك. خبرنا عن هذه الصور. والله هذه لحظه، احلى لحظه في الحياه هذه. نعم. احلى لحظه. ايوه اترياها سنين. خبرنا عن الجائزه طبعا، واللي حذالك هو طبعا سعاده عبد الله بن دلموج.
نعم الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم. نعم والله شوف تبون الصدق انا في اللحظه اصلا ما كنت مركز مو بحاسب نفسي ما بحاسب شيء كانت فرحه كبيره اكيد وشعور رائع انك تحمل كاس فزاع هذا الكاس الغالي اللي يتمنى الكثير من اليوي انهم يحملونه بين 16 مشترك صح؟ اي نعم 16 ما شاء الله عليك 16 مشترك وانت نعم التنافس متى مرت عليك لحظه سيف قلت خلاص انا هالاسبوع بطلع يعني هل كانت تمر عليك هاللحظات استسلم يعني ممكن الواحد يعني ييأس احيانا ويستسلم والله شوف بقول لك انا اربع شهور مرتبك فوز مرحله ترى هربك بعد يعني تجيب خير احيانا يقول لك خوف يبشرك بخير افضل من اطمئنان يبشرك يعني بهزيمه يعني اي نعم طب نافست مرحلتين بطل موسم اللي طاف المرحله الاولى يتاهلون اثنين والمرحله اللي قبل النهائي نعم فهاي كانت مرحله خطيره انا انافس بطل نعم كان نافست احد الابطال يعني نعم البطل الموسم اللي طاف نعم ما شاء الله مرتين نافسته اول مرحله طلعت انا الاول هو الثاني الحمد لله عاد بعد قبل النهائي فزت الحمد لله زين شو شعور ابوك يوم الفوز نفس شعورك ولا اكثر لان احس الاباء يحسون بشعور الفوز اكثر ايوه طبعا الدعم الاول اللي ابوي الله يطول بعمره ما قصر هو اللي اصلا شدني على اليولة واللي كان دوم يقول لي يا شارك نعم وما قصر وكله بفضل ابوي نعم سيف هاي النتيجه اللي نشوفها حاليا اكيد ما جات من فراغ جات بجهد كبير انت يوميا كنت تتدرب خبرنا عن هاي التدريبات اليوميه اللي اصلا قبل لا تدخل البطوله كنت تتدرب وخلال البطوله خبرنا عن التفاصيل والله قبل البطوله شوف تبسط ميدان صغار كان تدريب اكثر يوم كنت اصغر كان تدريب نعم. اكثر فيك حماس اكثر الظاهر ايوه تقريبا الحين الخبره تلعب دور ايوه الحين قبل ما يبدا الميدان الموسم كنت مو مجهز شيء نعم. قبل ميدان صغار يكون في الصيف شهر 8 تقريبا من شهر 5 ولا 4 انا يقول كل يوم ساعتين ثلاث في اليوم ما شاء الله عليك لكن من بدا الميدان وتأهلت كل يوم تقريبا في القريه العالميه ولا كل يومين ندرب نعم. واليويله كلهم اصلا يكونون متواجدين فاصلا يكون التنافس احلى تكون شيء لذة في التنافس يوم صحيح. انت تتدرب ويا المنافسين والفر هذا اكثر شيء كان كنا نتحدى عليه نعم. رمي السلاح طبعا شيء صعب يباله تركيز وايد تركيز لان تركيز وتشوفين المسافه المسافه يعني مره المسافه وايد كبيره ويعني وبعيده وما شاء الله اذا وصل اليويل لمسافه معينه يكون في جرس هناك طبعا او ليزر طبعا يقيس مسافه رمي السلاح كم المسافه اللي وصلتها على مسافه شيء 17 متر والجرس 17 وجرس ال 20 ما شاء الله جرس ال 20 متر يعني ما شاء الله عنده قوه بدنيه ما شاء الله الله يعطيك الصحه والعافيه هذا انجاز كبير اكيد هناك جمهور وقف وراك وساندتك اي نعم وهناك اصوات وصلتك كم عدد الاصوات تقريبا 700000 صوت 700000 رقم قياسي ما شاء الله شو تقول الجمهور كم كان بينك وبين الاول بس قبل لا ندخل الجمهور والله هذا رقم كبير 700000 صوت فعلا رقم كبير والله مو متاكد كم كان اذا شو تقول لجمهورك اللي وقف معك وساندتك احب اشكر كل من صوت وكل والفوز بفضل الجمهور وتصويتهم وانا اهدي الكاس لسيدي صاحب سمو الشيخ احمد محمد الشرقي حاكم اماره الفجيره والى كافه اهل الفجيره الله يحفظك شو الصعوبات اللي واجهتها في هذه المسابقه اكيد كان في صعوبات شوي كل شيء في البطوله كل شيء في البطوله كان أيوة. صعب كل شيء ما في شيء مثل شو حدد لي ثلاث طبعا قبل ما ندخل نيول انا والمنافسين نكون باك ستيج في الباك ستيج يستوي تنافس يبقى على درجه من 50 زين انت انا ادخل الميدان واليويله كلهم يدخلون الميدان مرتبكين كل واحد يفكر في الثاني انا لو بيقول اول واحد افكر الثاني شو بيسوي عقبي اي لسه مركز الحين شرد عني السلاح بقسم درجات الثاني هو اللي بيفوز هاي يكون حموز الاسبوع اللي عقبه يجيك قبل التصويت منو بيتاهل صح صح
فكل شيء في البطولة يعني قلق مستمر، القلق من التصويت وقلق من السلاح وقلق من المشاركين الآخرين، يعني فعلا صعب الموضوع يعني. لكن القوي هو اللي يثبت، وانت ما شاء الله عليك ثبت والواثق ايضا. اي نعم ما شاء الله عليك. كلمة لجمهورك لابوك لنفسك وايضا بعد هذا الكاس، وين رحلتك؟ حبيت السؤال. على نفس المسيرة علي ولا مستمر ان شاء الله؟ نعم استمر على اليولا، وطبعا اليولا من عاداتنا وتقاليدنا ما انا ما اقرا اليولا. نعم. لو جبت الكاس لو جبت 10 مرات وبعد مستمر ان شاء الله. نعم. وبتنافس السنه الجايه ان شاء الله باذن الله. الله يوفقك ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله سعدنا كل التوفيق لك، والف مبروك مره ثانيه وثالثه ورابعه. صح الله يوفقك. يستاهل والله يستاهل سيف، لانه فعلا يا مروه لكل مجتهد نصيب، وهو اجتهد من سنين، وهذا الكاس كان لابد يوصل، هذه الثمرة من الجهد. نعم كان لابد انه يوصل له، والحمد لله انه وصل له واستمر. شكرا لك ونقول لك الف مبروك مره ثانيه لاولي سيف سحيل السماحي فارس الميدان للموسم 2018-2019. الف مبروك مره ثانيه وثالثه ورابعه قولت مره. الله يحفظك حياك الله. ومعاك بنختم طبعا فقرتنا، بنختم حلقتنا مش فقرتنا، ونقول لمشاهدينا ان شاء الله نلقاهم باكر مره ان شاء الله. باكر ان شاء الله بنكون وياكم الساعه 7. تصبحون على الف خير. لا تنسون ركزوا على احلامكم واهدافكم وتخيلوا اشياء ايجابيه. زين علي صحيح انا معك. امان الله. في امان الله.